Good day, my friends. How are you today? كيفكن اليوم? Do you feel happy? Or do you feel sad? حدا زعلان? لازم نكون كلنا مبسوطين لأنه بدنا نتعلم مع بعض اليوم. How old are you? قديش عمرك? قديش عمرك? شو تعلمنا نقول? منقول I am 5 years old أو 6 years old. اليوم معنا بالستوديو زياد. خلينا نشوف مع زياد كيف حالة الطقس اليوم. هلو زياد. هلو مس. How is the weather today? It is sunny. I feel warm. الطقس مشمس. خايفي دفى. أصدقائي تتذكروا الألوان؟ مين منكم بيتذكر الألوان يلي درسناهم من قبل؟ رح نتذكرون مع بعض ونعملون مراجعة، بس قبل خلينا نسمع للفيرس الجديدة يلي تعلمناها. أنا برجع لكم. My B B B. I have a B B B. My lovely B B B. When I see it, I run and flee and jump, jump, jump up on the tree. وهلا أصدقائي، أنتوا جاهزين؟ Are you ready? بدنا نتذكر مع بعض الألوان. The colors. تتذكروا في أربع ألوان أخذناهم من قبل. خلينا نقرب على اللوح. Open your eyes. فتحوا عينيكم منيح. تعالوا نشوف أي ألوان عنا على اللوح. بأول صورة عنا لون الأحمر. The red color. Red color. اللون الأحمر. بتاني صورة عنا لون الأصفر. The yellow color. Yellow. أصفر. بتالت صورة عنا لون الأخضر. The green color. اللون الأخضر. وبآخر صورة عنا اللون الأزرق. شو منقول للأزرق؟ مين بيتذكر؟ blue color. The blue color. فإذا red, yellow, green, blue. طيب هلأ عملنا مراجعة للألوان، بس كمان شو عنا بقلب الصورة؟ تعالوا نجرب نتذكر مع بعض. شو يعني شمعة؟ تتذكروا The Lonely Firefly؟ القصة يلي أخذناها قبل؟ شافت ضو من بعيد وفكرته Another Firefly، بس ما طلع هيك. شو طلع؟ طلع شمعة. شو قلنا شمعة؟ شمعة بالإنجليش يعني candle. فإذا شمعة يعني كاندل. وشو لونه؟ أحمر. فإذا منقول A red candle. شمعة حمراء. A red candle. منحط اللون يلي عم يوصف الكاندل منحطه قبل الاسم red candle. بعد شوي رح نقراهم كمان. بتاني صورة عندي موزة. شو يعني موزة؟ بتبلش باللتر B. ب ب بنانا. بنانا. يلو بنانا. اي يلو بنانا. بتالت صورة عندي دراجة. بايسيكل. بايسيكل. اي جرين بايسيكل. لونه أخضر. اي جرين بايسيكل. أما هون فعندي باج. حقيبة. اتس بلو. لونه بلو. بقول اي بلو باج. خلينا نجرب نقرا مع بعض هلا الجمل. فتحوا عينيكم منيح وانتبهوا معي، وبدي اياكم كمان تجربوا تقروا معي. اول كلمه يعني هذه، اخذناها لما ندل على شيء قريب. منقول this او that اذا شيء قريب. this or that. this. this للقريب وthat للبعيد. فاذا this. this is A candle. شو هيدي؟ شمعة. This is a candle. إنها شمعة.
a red candle. شمعة حمراء. This is a candle. A red candle. شمعة حمراء. ننتقل لتاني جملة. What is this? This is a banana. A yellow banana. A yellow banana. يعني موزة وموزة صفرة. ننتقل لهون عند بايسيكل. شو لونه البايسيكل؟ لونه أخضر. green. What is this? This is a bicycle. A green bicycle. لونه أخضر. وآخر صورة عندي bag. لونه أزرق. What is this? This is a bag. A blue bag. يعني الحقيبة شو لونها؟ لونها أزرق. شو رأيكم هلأ؟ أنا أسألكم سؤال وأنتوا تجربوا تجاوبوا. رح نبلش بأول صورة. What is this? This is a candle. A red candle. What is this? This is a banana. A yellow banana. What is this? This is a bicycle. A green bicycle. What is this? This is a bag. A blue bag. يعني حقيبة لونها أزرق. Red. Yellow. Green. Blue. This is a candle. This is a banana. This is a bicycle. This is a bag. A red candle. A yellow banana. A green bicycle. A blue bag. ما تنسون أصدقائي. تذكروا الألوان أربع ألوان. Red, yellow, green, blue. وأخذنا كمان candle, banana, bicycle, bag. ولما أنا أسألكم What is this? ما هذا أو ما هذه؟ شو منجاوب؟ منجاوب منقول This is a banana. شمعة. وإذا بدي أقول لونها بقول a yellow banana. طلعوا معي منيح. إذا بلشت أنا بالred candle، بتتذكروا أخذنا من قبل نحن الصفة adjective. الصفة شو بتعمل؟ بتوصف الاسم. أنا الاسم هون عندي هو الكاندل، الشمعة. أنا عم جرب أوصفها، عم بوصفها وعم قول شو لونها. لونها أحمر. red candle. red هي الصفة، هي adjective يلي عم توصف كاندل. red هي adjective. وين حطيتها؟ قبل كاندل. red candle. اما تاني جمله فعندي بنانا. بنانا يعني موزه. بدي اوصفها، بدي اقول شو لونها. شو لونها؟ اصفر. يلو بنانا. يلو هي الصفه، هي الادجكتيف. كمان عم توصف البنانا، عم توصف الموزه. اما هون فعندي بايسيكل، دراجه. green bicycle. a green bicycle. green هي يلي عم توصف البايسيكل. لونه اخضر. حطيتها كمان قبل الاسم green bicycle. واخر وحده عندي الباج، الحقيبه. شو لونها؟ بلو. وين بحط؟ بقول انا a bag blue او a blue bag. A blue bag. حط الصفة هون قبل الاسم. قول a blue bag. لونه أصفر. فإذا ما تنسوا كمان الادجكتيف يلي هي الصفة. هون حطيناها قبل الاسم. قلنا a red candle لأنه لونه أحمر. شمعة حمراء. قلنا a yellow banana. موزة لونه أصفر صفراء. حطيت يلو الصفة أو الادجكتيف قبل بنانا. عندنا a green bicycle
green يلي هي الصفة أو الأدجكتيف حطيتها قبل بايسيكل، وعند blue bag كمان blue حطيتها قبل الباج. لون منيح على الدفتر عندكم وتدربوا عليهم، وما تنسوا الأدجكتيف والصفة الألوان. ولما أسألكم what is this منجاوب this is a banana، بتقولوا شو الاسم. أنا برجع لكم بالفقرة التالية. Head. Eyes. Nose. Mouth. Arms. Legs. انتوا جاهزين حتى نقرا قصة؟ Are you ready؟ مين بيحب يقرا قصص؟ Do you like to read stories؟ اليوم قصتنا هي عن The Gingerbread Man، الرجل المصنوع من الخبز والزنجبيل. The Gingerbread Man، بدنا نشوف شو بده يعمل اليوم. An old woman lives here. امرأة عجوز تعيش هنا. An old woman and an old man. امرأة عجوز والرجل عجوز. They don't have any children. ما عندهم ولا ولد. ما عندهم ولاد. فإذا شو عندنا هون؟ عندنا an old woman, an old man. امرأة عجوز ورجل عجوز. They live here. بيعيشوا هون. They don't have any children. ما عندهم ولا ولد. The old woman's in the kitchen. يعني الامرأة العجوز هي في المطبخ. In the kitchen. Kitchen يعني المطبخ. She's making something. عم تعمل شيء. She's making something. It's a gingerbread man. شو عم تعمل؟ عم تصنع رجل من الخبز والزنجبيل. It's a gingerbread man. He has a head. شو عنده؟ A head يعني رأس. He has arms and legs. He has arms and legs. يعني عنده إيدين وإجرين. He has arms and legs. He has a head. عنده رأس. Arms. إيدين. Legs. إجرين. He has two eyes. عنده عينين. A nose. أنف. And a mouth. وفم. A nose and a mouth. فإذا شو عنده؟ A head. رأس. Arms. Legs. Eyes. Nose. Mouth. It's the gingerbread man. The old woman is happy. هي مبسوطة. You're a little boy. She says, my little boy. انت صبي صغير. صبي صغير تبعي انا. The old woman is happy. You're a little boy. She says, my little boy. In you go, says the old woman. وين حطته؟ بقلب الفرن. In the oven. But soon the old woman hears a little voice. فجأة شو سمعت؟ سمعت صوت صغير. صوت هيك خفيف. A little voice. It's coming from the oven. جاي من الفرن. هيدا الصوت عم يطلع من الفرن. صوت مين هيدا؟ مين قولكن؟ مين عم يطلع هيدا الصوت؟ The gingerbread man. It's coming from the oven. Open the door.
says the voice. صار الصوت يصرخ يقول افتحي لي الباب. Open the door. I want to come out. بدي اظهر لبرا. I want to come out. The old woman opens the oven door. فتحت باب الفرن. And the gingerbread man jumps out. وفجأة the gingerbread man نط لبرا. Oh, says the old woman. تعجبت. معقول الجينجربريد مان عم يتحرك؟ عم يحكي وطلع من الأوفن. طلعوا شو عمل بالمطبخ. Stop, says the old woman. Come here. قالت له وقف. تعال هون. Stop. Come here. But the gingerbread man doesn't stop. ما وقف. He runs across the kitchen and out of the door. صار يركض عبر المطبخ وظهر من الباب. Stop, shout the old man. صرخ الرجل العجوز. Stop. And the old woman كمان. Come here. Come here. تعال هون. But the gingerbread man doesn't stop. ما وقف. He runs faster and he shouts. صار يركض أسرع ويصرخ. Run, run. You can run. Yes, you can. ركضوا, ركضوا. فيكن تركضوا. أكيد فيكن تركضوا. But you can't catch me. ما فيكن تلقطوني. I'm the gingerbread man. ما فيكن تلقطوني. I'm the gingerbread man. فإذا شو صار يقول؟ Run, run. You can run. Yes, you can. But you can't catch me. I'm the gingerbread man. شو عمل الجينجربريد مان؟ ظهر من الأوفن وظهر من الكيتشن وصار يركض ويقول run, run. Yes, you can. But you can't catch me. ما فيكن تلقطوني. I'm the gingerbread man. أقولكن لوين رح يهرب؟ معقول ما يقدروا يلقطوه؟ رح نكمل بالحلقة الجاية. بس هلأ خلينا نشوف على اللوح بعض الكلمات الجديد يلي رح نعملها مراجعة. The gingerbread man كان عنده an arm, ذراع. An arm. شو يعني arm؟ ذراع. An arm يعني ذراع. شو كان عنده كمان؟ Eyes. عينان. شو كمان كان عنده؟ Nose. A nose, أنف. كان عنده كمان a mouth, فم. كان عنده كمان رأس. شو يعني رأس؟ يعني a head. وكان عنده رجل, a leg. إذن خلينا نرجع نعيده مع بعض. كان عنده an arm, ذراع. Eyes, أعين أو عينين. A nose, أنف. A mouth, فم. A head, رأس. A leg, رجل. The gingerbread man. Run, run. Yes, you can. But you can't catch me. I'm the gingerbread man. خلينا نشوف إذا في حدا رح يقدر يلقطوا للجينجربريد مان. بس مش هلأ. أنا بدي ودعكن. هلأ بنسمع لأغنية جديدة. أنا برجع بشوفكن بالحلقة المقبلة. باي.